أبنائي طلاب الصف الرابع، أسعد الله صباحكم وأدخل السرور على قلوبكم. أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس: ظرف الزمان وظرف المكان، الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحدد ظرفي الزمان والمكان تحديدا صحيحا، يميز ظرف الزمان عن ظرف المكان تمييزا سليما. أحبائي، انظروا إلى هذه الصورة. فيما نستخدم هذا الظرف؟ أحسنتم، نضع فيه الأوراق. فالظرف هو الوعاء الذي نضع فيه الأشياء، وفي اللغة العربية عندنا نوعان من الظروف. انظروا إلى هذه الصورة. علامة تدل؟ أحسنتم، تدل على الزمان. فظرف الزمان هو الزمان الذي يحدث فيه الفعل، لذلك سمي بظرف الزمان. أما هذه الصورة فعلامة تدل؟ على الزمان أم المكان؟ أحسنتم، على المكان. فظرف المكان هو المكان الذي يحدث فيه الفعل، لذلك سمي بظرف المكان. وفي درس اليوم سنتعرف الظروف الدالة على الزمان والمكان. هيا بنا. إذن درسنا اليوم هو ظرف الزمان وظرف المكان. هيا معا لنتعرف عليه. والآن أحبائي، تابعوا معي قراءة الفقرة. بينما كان الأب يقرأ كتابا، إذ دخل راشد وإخوته قبل العصر، ووضعوا حقائبهم فوق مكاتبهم، وجلسوا كعادتهم أمام طاولة الطعام، يتجاذبون أطراف الحديث عن مدن قطر. وبعد تناول الطعام، سألهم والدهم عن مدينة تقع بين الدوحة والخور، وتشتهر بوجود برج برزان فيها. تردد راشد في الإجابة خوفا من الخطأ، ولكنه رد بثقة: إنها مدينة أم صلال التي أسسها الشيخ محمد بن جاسم. والآن أحبائي، ما العادة التي تتبعها أسرة ناصر؟ أحسنتم، بالفعل كما قلتم، يجلسون أمام طاولة الطعام يتجاذبون أطراف الحديث. وما معنى كلمة يتجاذبون؟ رائع، يتبادلون. وما سبب تردد راشد في الإجابة؟ أحسنتم، خوفه من الخطأ. وهل استمر في خوفه؟ بالفعل كما قلتم، لا، رد بثقة. إذن أحبائي، يجب علينا الثقة بأنفسنا، فهي عامل مهم من عوامل النجاح في حياتك، وبذلك تصبح شخصاً نافعاً لوطنك وذا قيمة في مجتمعك. لاحظ معي طالبي العزيز، متى دخل راشد وإخوته إلى البيت؟ أحسنتم، قبل العصر. ومتى سأل الأب أبناءه؟ رائع، بعد تناول الطعام. لاحظ معي قبل، بعد، ما نوعهما؟ أحسنتم، اسمان. وعلى ما يدلان؟ على الزمان أم المكان؟ بالفعل كما قلتم، على الزمان. ونسأل على الزمان باسم الاستفهام؟ أحسنتم، متى؟ أما لو سألنا أين وضع الأبناء الحقائب؟ رائع، فوق مكاتبهم. وعند سؤالنا أين جلس الأبناء؟ فستكون الإجابة، أحسنتم، أمام طاولة الطعام. وأخيرا عند سؤالنا أين تقع مدينة أم صلال؟ فستكون الإجابة، بالفعل، بين الدوحة والخور. لاحظ معي هذه الكلمات: فوق، أمام، بين، هي أيضا، أحسنتم،
أسماء، وعلى ما تدل على الزمان أم المكان. رائع، على المكان. ونسأل عن المكان باسم الاستفهام. أحسنتم، أين؟ والآن أحبائي، من خلال الجدول التالي هيا نحدد ظرفي الزمان والمكان. هيا معا نقرأ الجمل الآتية. دخل راشد بينما كان الأب يقرأ كتابا. دخل راشد وإخوته قبل العصر. سألهم والدهم بعد تناول الطعام عن مدينة تقع بين الدوحة والخور. جلسوا أمام طاولة الطعام. وضع راشد وإخوته حقائبهم فوق مكاتبهم. ماذا لاحظتم على هذه الجمل؟ أحسنتم، إنها جمل فعلية بدأت بهذه الأفعال. والآن لاحظ معي في الجملة الأولى، متى دخل راشد؟ أحسنتم، بينما كان الأب يقرأ. وفي الجملة الثانية، متى دخل راشد وإخوته؟ أحسنتم، قبل العصر. وفي الجملة الثالثة، متى سألهم والدهم؟ رائع، بعد تناول الطعام. ففي هذه الجمل استخدمنا اسم الاستفهام رائع متى للسؤال عن زمن وقوع الأفعال دخل، دخل، سأل، فكانت الإجابة بالأسماء رائع، بينما، قبل، بعد. وكل اسم يدل على زمان وقوع أو حدوث الفعل يسمى، أحسنتم، ظرف زمان. والآن انتبه لهذه الجملة، أين تقع مدينة أم صلال؟ رائع، بين الدوحة والخور. وفي هذه الجملة، أين جلس الأبناء؟ بالفعل كما قلتم، أمام طاولة الطعام. وأخيرا مع هذه الجملة، أين وضع راشد وإخوته حقائبهم؟ أحسنتم، فوق مكاتبهم. ففي هذه الجمل استخدمنا الاسم الاستفهام رائع أين؟ للسؤال عن مكان وقوع أو حدوث الأفعال تقع، جلس، وضع، فكانت الإجابة بالأسماء أحسنتم، بين، أمام، فوق. وكل اسم يدل على مكان وقوع أو حدوث الفعل يسمى رائع، ظرف مكان. هكذا استطعنا من خلال هذا الجدول تحديد ظرفي الزمان والمكان. والآن عزيزي الطالب، هل عرفت ما هو ظرف الزمان؟ ظرف الزمان هو اسم يبين زمان حدوث الفعل في الجملة، مثل قبل، بعد، بينما. وهنا يمكننا أن نسأل سؤالاً يبدأ بالاسم الاستفهام، أحسنتم، متى؟ وتكون هذه الظروف قبل، بعد، بينما جواباً لهذا السؤال. أما ظرف المكان فهو اسم يبين مكان حدوث الفعل في الجملة، مثل فوق، تحت، أمام، خلف. وهنا يمكن أن نسأل سؤالاً يبدأ بالاسم الاستفهام رائع أين؟ وتكون هذه الظروف فوق، تحت، أمام، خلف جواباً لهذا السؤال. تأمل معي طالبي العزيز هذه الصورة، متى يتوضأ الرجل؟ رائع، قبل الصلاة. فنقول يتوضأ الرجل قبل الصلاة. وهذه الصورة، أين يقع بيت ناصر؟ أحسنتم، يقع بيت ناصر قبل المسجد. انظروا إلى هذه الجملة، فكلمة قبل هنا دلت على الزمان، لأننا نريد أن نحدد الزمان الذي يتوضأ فيه الرجل. أما في الجملة الثانية، فكلمة قبل دلت على المكان، إذن
نستنتج أن بعض الظروف تشترك في الدلالة على الزمان والمكان، ومنها قبل. هل يوجد ظروف أخرى تشترك في الدلالة على الزمان والمكان؟ هيا نرى. انظروا إلى هذه الصورة. متى دخل المعلم الصف؟ أحسنتم، دخل المعلم الصف بعد الطلاب. وهذه الصورة، أين تقع مدرستك؟ أحسنتم، تقع مدرستي بعد الحديقة. لاحظ معي طالبي العزيز في هذه الجملة، على ما دل الظرف بعد؟ على الزمان أم المكان؟ أحسنتم، على الزمان. أما في هذه الجملة فعلى ما يدل؟ رائع، على المكان. هكذا استنتجنا أن الظرفين قبل وبعد يشتركان في الدلالة على الزمان والمكان، وذلك حسب سياق الجملة. عزيزي الطالب، بالاعتماد على ما تم شرحه، افتح كتابك على الصفحة 30، وهيا معا نقرأ الفقرة، ونجب عن السؤال الأول. اقرأ الفقرة الآتية، ثم ضع خطا تحت الظرف. بينما أنتظر دخول حديقة الحيوان، رأيت القردة فوق الأشجار، والعصافير بين الأزهار. وعندما وصلت البحيرة، رأيت التمساح يغوص تحت الماء. ثم وقفت أمام بيت الأسد دون خوف، والتقطت بعض الصور. وقبل الغروب، حزنت أمتعتي، وخرجت والسعادة تملأ قلبي. ما المقصود ببيت الأسد؟ أحسنتم، العرين. وما معنى كلمة حزنت؟ رائع، جمعت. والآن ضع خطا تحت الظرف. متى رأى المتحدث القردة؟ أحسنتم، بينما ينتظر. وعلى ما تدل؟ فلقد سألنا سؤالا يبدأ باسم الاستفهام، رائع، متى؟ وستكون كلمة بينما؟ أحسنتم، هي الإجابة عن هذا السؤال. إذن بينما؟ رائع، ظرف زمان. وأين رأى القردة؟ أحسنتم، فوق الأشجار. إذن فوق، بالفعل كما قلتم، هي الظرف. وعلى ما يدل؟ على الزمان أم المكان؟ أحسنتم، يدل على المكان. هل توجد ظروف أخرى في الفقرة؟ أحسنتم، بين، والعصافير بين الأزهار. وعلى ما يدل؟ على الزمان أم المكان؟ أحسنتم، على المكان. فنجد هنا الظرف بينما؟ أحسنتم، يدل على الزمان. أما هنا فنجد الظرف بين؟ رائع، يدل على المكان. انتبه معي طالبي العزيز، أين يغوص التمساح؟ أحسنتم، تحت الماء. إذن كلمة تحت، رائع، هي الظرف. وعلى ما يدل؟ على الزمان أم المكان؟ أحسنتم، على المكان. هل توجد ظروف أخرى في الفقرة؟ هيا نرى. أين وقف المتحدث؟ أحسنتم، أمام بيت الأسد. إذن أمام، أحسنتم، هي الظرف. وعلى ما يدل؟ رائع، على المكان. وأخيرا، متى التقط الصور؟ أحسنتم، قبل الغروب. إذن قبل، أحسنتم، هي الظرف. هكذا وضعنا خطا تحت الظرف في هذه الفقرة. ظرف الزمان، وهو اسم يبين زمان حدوث الفعل في الجملة. ويمكن أن نسأل سؤالا يبدأ باسم الاستفهام، متى؟ وتكون هذه الكلمات قبل، بعد، بينما جوابا لهذا السؤال. يفطر الصائم بعد أذان المغرب. وظرف المكان، وهو اسم يبين مكان حدوث الفعل في الجملة. ويمكن أن نسأل سؤالا يبدأ باسم الاستفهام،
وتكون هذه الكلمات فوق، تحت، أمام، خلف جواباً لهذا السؤال. أصلي خلف الإمام. هكذا وصلنا إلى نهاية رحلتنا، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس ظرف الزمان وظرف المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.